بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد أن أوضح بأن ثوارنا هم أمامنا، وحكومتنا أمامنا، وكل الليبيين الأحرار أمامنا. وليكون المؤتمر الوطني يعبر بهذه المرحلة لمرحلة بناء الوطن والثبات على مبادئ ثورة 17 من فبراير التي ضحى من أجلها رجال ليبيا وأبناء ليبيا صغارا وكبارا ونساء ورجالا. وبالتالي المؤتمر موجود للدعم، موجود للحث، موجود لتكملة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الشعب الليبي الكريم، أتحدث إليكم في هذه المناسبة العظيمة أصالة عن نفسي ونيابة عن المؤتمر الوطني العام رئاسة وأعضاء، لأترحم على كل شهيد قضى نحبه من أجل أن ينتصر الحق، ومن أجل أن ينجلي ليل الظلم والاستبداد وتطلع شمس الحرية على هذا الوطن. ثم إنني أحيي كل جريح ومبتور، وأقول لهم إن آلامكم لتعيد إلى الذاكرة حجم تضحياتكم وعظيم إنجازاتكم، كما أحيي كل أسر الشهداء التي صبرت واحتسبت. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نحييكم في هذا اليوم مجددين العهد ومؤكدين الوعد ألا تفريط في مكاسب ثورة 17 من فبراير. هذه الثورة التي بذلت فيها المهج وأريقت في سبيلها الدماء. أيها الشعب الليبي الكريم، نطمئنكم أيها الشعب الليبي الكريم، نطمئنكم إننا متمسكون بسيادة الوطن وثوابت شعبنا ومقدراته، وإننا من خلال إصدار التشريعات اللازمة نعمل مع حكومة الإنقاذ الوطني لحل المشاكل اليومية للمواطن، علما بأن كثيرا منها مفتعل من أجل دفع الوطن نحو فوضى عارمة وإخضاع الشعب الليبي لمشاريع مفروضة. لكن هذا الشعب العظيم لم يزل يرى أن الوطن فوق كل المراهنات وأعلى من كل التجاذبات، ويرى إن مكتسبات ثورة 17 من فبراير خط أحمر لا يمكن تجاوزه. لقد أثبتت الحلول المفروضة إنها منتهية الصلاحية أو غير ملائمة لواقعنا الذي نعيشه، وخير دليل على ذلك إنها وصلت إلى طريق مسدود، بل إنها زادت من معاناة الشعب الليبي، وزادت من تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا وتعقيدها، ولم يعد هناك سبيل للخروج منها إلا بإعادة النظر فيها برمتها وإيجاد حل حقيقي لها يكفل للشعب الليبي حريته وحقوقه التي ناضل من أجلها طويلا. وأحيي أيضا في هذا اليوم كل الأعين الساهرة على أمن هذا الوطن، ونطالبهم بأن يكونوا خير ممثل لأهداف ثورة 17 من فبراير النبيلة. وأحيي ثوارنا الأماجد الذين قارعوا التنظيمات المتطرفة المتمثلة فيما يسمى بداعش في درنة وفي صبراتة وفي سرت، وهم اليوم يرصون صفوفهم ويوحدون جهودهم كما فعلوا عند انطلاق 17 من فبراير المباركة.
وأحيي الثوار الصامدين في بنغازي الذين يقفون في وجه قوى الشر من داخل الوطن وخارجه، وقد أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك إن الإنقلابيين والإرهابيين وجهان لعملة واحدة، لا سيما بعد تأمين الممرات لتنظيم داعش من قبل ما يسمى بقوات الكرامة. ليتضح للجميع إن كل من كان يدعيه مجرم الحرب حفتر ومن معه من مكافحة الإرهاب إنما هو مجرد ادعاء لا حقيقة له في الواقع. وأحيي ثوار درنة المرابطين على تخومها الذين ما إن انتهوا من حرب تنظيم داعش حتى وجدوا أنفسهم في مواجهة ميليشيات حفتر. الذين ما إن انتهوا من حرب تنظيم داعش حتى وجدوا أنفسهم في مواجهة ميليشيات حفتر التي تحاول الدخول إلى مدينة درنة لترتكب فيها الجرائم التي ارتكبتها في مدينة بنغازي من قتل وخطف وحرق وهدم. وأحيي ثوارنا في الجنوب الذين لا يزالون يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تأمين جزء غالي من أجزاء الوطن والوقوف ضد الإنقلابيين، نحييهم جميعا ونشد على أيديهم. وفي الختام نسأل الله أن يحفظ ليبيا من كل كيد، وأن يمن علينا بنعمة الاستقرار والأمن، وأن تأتي الذكرى السابعة لثورة 17 من فبراير وقد التأم شمل الليبيين وتحقق لهم ما يصبون إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤتمر الوطني العام.